مش كنا استنينا الدكتور فؤاد وعم غمراوي يا جماعه؟ ما هو الاكل كتير. على فكره يا جماعه الفلوس اللي اديتوهالي ما عدتش، انا دفعت من معايا، بس البلد دي غاليه قوي، حتى اسالوا رامبو. هايل يا قائد عظيمه متعلمه بتاع الطب، وزعيق على الفاضي وعلى المليان. برافو، فعلا برافو، كلنا نسقف له. سقف البيه، البيه اللي كان خايف عليكم من ورق الشجر عشان ما تسمموش. ما خافش من الايدز، ما خافش على راجل عجوز ممكن يجيله القلب ويروح فيها. ما فكرش ازاي الناس دي هتاكل وازاي هتشرب وازاي هتروح لبيوتها. فكر في روحه بس، وريته فكر في روحه بس، فكر فيها بطريقه وسخه. اول ملف وحدفتنا يا دكتور، اول ملف. عايز تخش لي دنيا يا اخي؟ كتك 60 نيله. اخس عليك يا دكتور، وانا اللي كنت بقول عليك متعلم وعاقل، يطلع منك ده كله يا خساره. يا جماعه بالراحه شويه، عم الغمراوي دلوقتي اهم، لا يكون جراله حاجه. يعني هيجراله ايه؟ تلاقيه غرقان يتنفس تحت الماء، مش وقت هزار ده. انت عارف لو طالع ارميك من هنا انا كنت رميتك. كفايه انا مالك قاسي كده ليه؟ هو غلط صحيح، بس اللي حصل حصل. اعمل له ايه يعني؟ طبطب عليه؟ ايوه طبطب عليه. بس الدكتور منسي سوف يقوم باجراء عمليه. سرقه اسعاف في الجيش العراقي ايام حرب ايران. انت وصلت ايران؟ قالوا لي حارب حاربت، مين مع مين مش هتفرق، المهم ان انا اقتل عشان ما تقتلش. اظن لو تعرف ان هيجي يوم واحد ميكانيكي يجبرك كنتش فكرت تروح امريكا. انا ابويا عطار، اصحابي كلهم ميكانيكيه وصنايعيه. يعني حكيم ابن حكيم؟ أنا منظر على الفاضي في شبرا، شارعنا كله بيبص للدكتور فؤاد على إنه أهم إنسان في الدنيا. كل ده ليه تمن، شكلي. تصور يا منسي، أنا بقالي 13 سنة متخرج، عارف مرتبي كام؟ 162 جنيه في الشهر، يعني يا دوبك 8 جزمة محترمة. ما هي حاجة من الاتنين، يا اشحت يا اسرق، يا اما اعمل عمليات المفروض اني ما اعملهاش. وبدل ده كله اسيب نفسي لاحباطي بموت. عارف يا منسي، ساعات كتير قوي بحس اني راجل عجوز، راجل عجوز عمل كل حاجة في الدنيا ومالوش نفسي يعمل اي حاجة. تصور يا اخي لما تعجز وانت في عز شبابك، تصور لما نبقى دكاتره محترمين قدام الناس ونعمل احياء حقيره عشان نفوز بنبطشيه ب4 جنيه في اليوم. يرضي مين ده؟ قول لي انت يرضي مين ده؟ حتى البنت الوحيده اللي حبيتها ابوها كان استاذنا في الكليه، اعتبرني مجنون لمجرد فكره الارتباط بيها. بعد شوية هي كمان صدقت اني مجنون، كنت بحبها قوي، سابتني. عندها حق، انا ايه؟ انا ولا حاجة يا بنتي، ولا حاجة. ياه، ده انت معبي وشال كتير قوي يا دكتور، بالراحة على نفسك مش كده؟ برتاح، برتاح لما اتكلم يا منسي. انا برضه ابويا كان نفسه يشوفني دكتور، ازاي ما تركبش خالص عليا يعني.
بس انا ما خيبتش امله. عليك اجدع دكتور في الدنيا. ايوه كده اضحك خلي اللي جوه يبان. قول لي كانت حلوه؟ هي مين؟ البت. رفعت علم مصر؟ ايوه رفعت علم مصر لحد ايدي ما اتكسرت. زعلش مني.